أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مضت 50 يوما حتى الآن وما زالت الوثيقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لإنقاذ البلاد من أزمته المالية لم تدخل حيز التنفيذ بعد دون بيان السبب، بل على العكس من ذلك فاجأ رئيس الحكومة الناس من الآن أن معاشات كانون الثاني ليس موجودة، وهو ما أزعج نواب الكتل ودفعهم لا سيما أعضاء اللجنة المالية إلى تنبيه الحكومة إلى مسؤوليتها في هذا المجال وعدم التغاضي عن تنفيذ الإصلاحات المالية التي وعدت بها عندما قدمت قانون العجز المالي. ووصل الحد ببعض مواقف النواب إلى مطالبة السيد الكاظمي بالاستقالة إذا كان عاجزا عن تأمين الرواتب أو تقديم قانون الموازنة الجديد الآن وتقديم حلول بديلة عن الخطابات والصور فقط. فما أسباب تعطيل الحكومة عن تنفيذ الوثيقة البيضاء حتى الآن؟ ولماذا لم تنجز قانون الموازنة لسنة 2021؟ وبعد الموافقة على قانون العجز المالي، لماذا تلمح الحكومة إلى مجيء أزمة مالية جديدة في هذا العام أو في العام القادم؟ هل ستمتد يد الحكومة إلى احتياط البلاد لحل الأزمة أم ستقوم بطبع العملة وما تبعيت ذلك؟ ما جدية الكتل في إقالة السيد الكاظمي لو تم التسويب بالإصلاحات الاقتصادية أو تقديم موازنة 2021؟ أسئلة عديدة يحملها اليوم بلا أقنعة وسط تصعيدات خطابات بعض السياسيين إلى الحكومة التي لم تقدم حلا حتى الآن. دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. الورقة البيضاء خطط إصلاحية وضعتها الحكومة دون تنفيذ، مطالبات نيابية لتنفيذها أو استقالة حكومة الكاظمي. هذا ما تحدث به رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الذي أمهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أسبوعا لتطبيق الورقة البيضاء فعليا وإرسال الموازنة إلى مجلس النواب، فيما دعاه إلى تقديم استقالته في حال انتهاء المدة ولم يحقق ذلك. لكن بعض النواب يقولون بأن بعض المتنفذين يعرقلون تنفيذ الورقة البيضاء كونها تصطدم بمصالحهم، لتخرج اللجنة المالية بحلول وسطية بتقديمها توصيات ومقترحات إصلاحية تتكون من 3 محاور. الأول يتعلق بتعظيم الإيرادات وترشيد أو تخفيض النفقات، والثاني يتعلق بإعادة النظر بمسار السياسة المالية والنقدية وتصحيحها، أما الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة في العراق. وبين الورقة البيضاء وتوصيات اللجنة المالية، كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن أن اقتراح الحكومة العراقية بتقليص رواتب الموظفين والمتقاعدين كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الاختلالات المالية وتخفيف ضغوط التمويل، وقد يؤدي هذا إلى إبطاء استنفاد احتياط النقد الأجنبي. تغييرات مالية لا يمكن اعتمادها على وفق التحليلات، بل ما ستفرضه ميزانية 2021 هو من يحدد الشكل الجديد للإنفاق الحكومي. وبحسب المعطيات أن مسودة موازنة 2021 سيكون فيها سعر برميل النفط 42 دولارا وتفعيلا للضرائب بشكل كبير، ولن يكون الاقتراض فيها بحجم كبير كونها ستطبق بنود الورقة البيضاء. لكن السياسة دخلت على خط الاقتصاد، وبحسب تصريح بعض المسؤولين هنالك ضغوط تواجهها موازنة العام المقبل بفرض 230 ألف درجة وظيفية لكسب الجماهير قبل الانتخابات.
رحبوا معي بضيوفي كلهم من السيد النائب أحمد الكناني عن ائتلاف الفتح، وأيضا السيد النائب خلاص الدليمي عضو اللجنة المالية، وأيضا السيد عمار كامل باحث سياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيد الكناني. سيد الكناني، تحذيرات دولية ومحلية من انهيار الوضع الاقتصادي والمالي العراقي في العام القادم، أريد نعرف شنو حقيقة هذا الموضوع وشنو إجراءات الحكومة في هذا الاتجاه؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفكم ولمشاهدي قناتكم الكرام. طبعا البلد لا يمكن أنه نخفي موضوع الأزمة المالية والاقتصادية اللي يعيشها البلد، وهذه حقيقة تحتاج لها حلول جذرية أو معالجات آنية خلينا نسميها إذا صح التعبير، لأنه الورقة البيضاء اللي قدمتها الحكومة هي بعيدة المدى، أي من 3 سنوات إلى 5 سنوات تطبيقها، فبالتالي لا يمكن أن الاعتماد عليها. اليوم من أولى مهم الأمور اللي الأولويات اللي يجب أن تكون للحكومة هي توفير أو الاهتمام بالملف المالي والاقتصادي، لا سيما موضوع رواتب الموظفين، وللأسف الشديد الحكومة أخفقت في هذا الموضوع. طبعا هي طلبت القروض في 24/6/2020، طلبت القروض واستجاب مجلس النواب، وفوجئنا للأسف الشديد الحكومة أيضا تطلب قرض جديد هو تمويل العجز المالي، وهذا حقيقة سبب لنا مشاكل كثيرة. واحدة من المشاكل اللي سبب هذا الموضوع هو التداعيات اللي صارت في هذه الجلسة، وخروج الأخوة من المكونات أو المكون الأخوة في التحالفات الكردستانية. حقيقة إذا ما تقدم، واحدة من المعالجات الأساسية هي تقديم الموازنة 2021، وأيضا أخفقت الحكومة لحد هذه اللحظة. كان من المفروض أن ترسل موازنة 15/10/2020، لكن هذا حقيقة ما صار، وراح يدخلنا في مشكلة وهي مشكلة الرواتب. يعني اليوم الحكومة إذا ما تمتلك حلول، والسيد رئيس الوزراء كأنه بدا ينوه انه لا يمكن انه اعطاء الرواتب الا بالقروض، واكيد لا اللجنه الماليه في مجلس النواب ولا الكتل السياسيه هي اليوم تقبل بان نذهب من جديد الى القروض. هسه لسبب مشكله سياسيه ممكن ان تصير، اللي ممكن افهم من كلامك ممكن انت تعولها الى انه هناك مشكله سياسيه. لا لا لا، اكو موضوعين، اكو جنبه السياسيه، ممكن نشهد ايضا موضوع اللي شهدنا في ليله التصويت على قانون العجز المالي، واكيد يعني هم راح ندخل في مشكله سياسيه احنا في غنى عنها في الوقت الحاضر. المشكله الماليه او المشكله الفنيه حقيقه هي المهمه والاساسيه. تعرفين حضرتك يترتب على الموازنه تحديد الانفاق الحكومي، مضافه الى انه تحدد الايرادات النفطيه وغير النفطيه. وين المشكله؟ المشكله هي الحكومه ما قادره انه تنجز الموازنه مثل ما اخفقت. ما قادره لان ماكو فلوس. لا لا، ما له علاقه بالفلوس. الموضوع اليوم انت عندك موارد نفطيه وموارد غير نفطيه، صح ممكن العجز، هاي مهمة اللجنة المالية ومهمة مجلس النواب كيف يسد العجز. بالتفاهم أو التعامل مع الحكومة على اتخاذ قرارات مهمة في هذا الصدد. احنا حقيقة حكومة الكاظمي عندما تم التصويت عليه هو تعهد أمام مجلس النواب سوف يقدم موازنة 2020، لكن أيضا لم يفي بوعده، وحقيقة هاي أدخلتنا في هذه المشاكل. 21 سيادة النائب، هو أخفق، فبالتالي اليوم نسمع انه الحكومه سوف ترسل، وانا يعني حسب المعطيات وحسب الاسئله لبعض الوزارات او بعض الوزراء عفوا سالناهم، قالوا رجعوا الموازنه علينا، ولحد الان ما موحدين موازنه حتى ترفعها وزاره الماليه الى مجلس النواب، فاعتقد يعني راح ندخل في مشكله والبلد تتحمل مزيد من المشاكل. لان هي عضو اللجنه الماليه ست اخلاص، اريد نتحدث بالبدايه لماذا تتاخر الحكومه في تنفيذ الورقه البيضاء وشنو المعوقات امام الحكومه؟ وثاني شغله ايضا اتحدث نقطه مهمه جدا عن موازنه 2021، 2020 راحت، 21 شنو القصه بيها ما نعرف، تفضلي. واتمنى تجاوبيني عن النقطه الاولى. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم سيد هيفاء، تحيه طيبه لحضرتك ولضيفنا الكريم والمشاهدين قناه زاكروس اينما وجدوا. بالنسبه لما يتعلق في الورقه البيضاء او ورقه الاصلاح الاقتصادي، ورقة الإصلاح الاقتصادي بعثتها أن الحكومة، يعني وزير المالية أتى بها إلى اللجنة المالية قبل ما يقارب تقريبا شهرين،
وطرحت عدة آراء أضيفت إلى ورقة الإصلاح الاقتصادي، وقبل كم يوم رجعناها للحكومة متضمنة اقتراحاتنا أيضا، اقتراحات اللجنة المالية التي أضيفت عليها. ورقة الإصلاح الاقتصادي هي ورقة بعيدة المدى، يعني هي لا تتناسب مع حاليا وقضعنا هذا لشهرين أو بعد 3 أشهر. فيما يتعلق في هذه الأشهر القريبة، هو القانون الذي يناسب هذه الأشهر هي الموازنة فقط. نعم. لا يحل مشاكل العراق يعني حاليا سوى الموازنة. نعم، نقطة مهمة جدا سيدة إخلاص. أنا أفهم أنه موازنة يعني هي هاي حقيقة موازنة 2020 بعد ما جت للمجلس أو ما قريتوها، يعني ورغم أنه موازنة 2020 تحل هواية متعلقات يعني للحكومة وللدولة، تحديدا رواتب الموظفين اللي تعينوا بالسنوات السابقة وعلى أساس أو بسنة 2020 أو 19 على أساس أنه يثبتون ويتعينون وينصرف لهم رواتب، وأيضا إشكاليات كبيرة. أريد نجي عن موازنة 2020، ليش ما تم التصويت عليها وليش ما تم يعني مناقشتها في اللجنة المالية؟ فيما يتعلق في موازنة 2020، طبعا يعني وزارة المالية، وزير المالية السابق، قانون الاقتراض بديل عنها، بس ليش ما أقروها يعني فترة طويلة مثل ما تحدث سيادة النائب أنه سيد الكاظم وعد الجمهور وعد مجلس النواب أنه يصوت أو يأتي بموازنة 2020، كان حلت لنا هواي مشاكل. أنا أتحدث معك لأن أنت موازنة 2020 وزير المالية السابق دكتور فؤاد عمل عليها يعني لباع طويل، ووصل لمراحل متطورة، وصل انه يقدمها الى الحكومه فقط لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يقدمها الى البرلمان. بالتالي نعم كان فيها عجز كبير، لكن حتى وان كان عجز يجب على الحكومه ان تتحمل مهامها، واللجنه الماليه ستعالج جزء من العجز، وايضا البرلمان يعالج الجزء الاخر. لم تقدم هذه الموازنه للاسف، رغم انه لو قدمت كانت حلت مشاكل كبيره في وقت انذاك. في ذاك الوقت تلكأت الحكومة في تقديمها، استقالت الحكومة السابقة في شهر السادس، استلم السيد مصطفى الكاظمي من بعد هذه الفترة، وأيضا حتى اقترحنا عليه كلجنة مالية أن يقدم موازنة مصغرة يعني لمدة 6 أشهر بدل القرض أو 4 أشهر بدل موضوع الاقتراض. يعني قانون الاقتراض تسبب في خلق أزمة وليس في حل أزمة. نعم. يعني بدل ما احنا ذهبنا الى ان نحل ازمه، احنا خلقنا ازمه في قانون الاقتراض. بالتالي الكل تهربت من تقديم القانون موازنه 2020، ومثل ما كان في عام 2014 طبعا، ووقعنا في فخ كبير، مئات التريليونات ذهبت وانهدرت وانسرقت لعدم تقديم موازنه 2014، ولحد اليوم ليس لدينا حسابات ختاميه على هذه الموازنه. فبالتالي أيضا موازنة 2020 نفس الفخ اللي وقعنا فيه في 2014 وقعنا الفخ نفسه وقعنا به في 2020. طبعا الموضوع كل تحدث عن 21 المسؤولية، الحكومة ستلقيها على وزارة المالية، وزارة المالية عفوا مجلس الوزراء يلقيها على وزارة المالية، وزارة المالية تلقيها، وبالتالي الكل تنصلت. أردنا أن نحل الأمور ونذهب إلى أن نقدم موازنة مصغرة، أيضا الكل تنصلت عن أنه تقدم. في اجتماع مع السيد رئيس مجلس الوزراء طرحنا عليه انه تكون هذه الموازنه، يعني اسم هذا قانون الاقتراض اسم غريب، ليس موازنه. نعم. وليس قانون اقتراض، يتضمن مسوده موازنه لكنه يحوي على موضوع قانون اقتراض مسمى. اقترحنا عليه ان يكون مسوده قانون موازنه، الرجل يعني قال انتم يعني احرار تقدرون تغيرون بالاسم. لو كنا قد غيرنا في هذه الصيغه وعملناها موازنة مصغرة أو موازنة لمدة 3 أشهر لكانت حلت جميع يعني كثير من هذه المشاكل التي اليوم نحن وقعنا فيها. لكن للأسف العديد من الكتل السياسية الأعضاء لم يرتؤوا إلى أن تكون هذه موازنة. نعم، ذهبوا إلى أن يكون قانون اقتراض، وبالتالي خلق فجوة كبيرة بين المكونات وخلق لنا أزمة بدل من أن يحل لنا أزمة أخرى. واليوم إذا لم تقدم موازنة 2021، فبالتالي رواتب شهر الواحد ليس السيد مصطفى الكاظمي وحده من يقول لا توجد رواتب، كل التنفيذيين وكل البرلمانيين وكل الحكومة التي تعمل في هذا السلف تعرف أنه لا يوجد راتب لشهر الواحد إذا لم تقدم الموازنة. اليوم استراتيجية الموازنة، نحن في لجنة فرعية هي استراتيجية الموازنة لعام 21 22 23، تعمل لأيام حتى تقدم الموازنة، بقى لها جلسة أو جلستين أخيرات لتقديم الموازنة.
لكن أنا تفاجأت أنه السيد رئيس الوزراء طالب أنه فورا تقدم الموازنة. حسب علمي بقى جلسة أو جلستين حتى تنهي مهامها. نعم. بموجب قانون الإدارة المالية أنه في منتصف شهر العاشر يجب على الحكومة. نعم. أن تقدم الموازنة، واليوم نحن راح ندخل في شهر 12، يعني تأخرت تقريبا شهرين. نعم. شهر ونصف. أريد أسأل ست أخلاص، يعني سيادة ولم النائب تقدم. سيادة النائب، يعني أريد أسأل شنو الإشكالية، وين الإشكالية؟ هل الإشكالية ضعف بالحكومة العراقية، يعني ما قادرة تقدم موازنة 2021؟ لو أكو ضعف أيضا من يعني بصراحة وزارات ما تقدر تقيم وزاراتها، أو يعني هناك ضغوطات سياسية، احنا ما نعرف وين رايحين. يعني ليش اليوم السيد الكاظمي وعدنا تحت قبة البرلمان أنه راح يغير هواية من مفاهيم العملية السياسية والأغلاط اللي بدت بها العملية السياسية 17 سنة؟ يعني هاليوم هم رجعنا إلى نفس الدوامة، دوامة 2014، وأيضا المواطن حاير والله فوق الضيم على رأسه، راح تجي موازنة 21 لو ما راح تجي، راح أستلم راتب شهر الواحد لو ما راح أستلم؟ أيضا إشكالية كبيرة ست خلاص، وأنت عضو في اللجنة المالية، يعني قلت تطلعين على الموضوع بصراحة بدون رتوش. نعم ست هيفاء، هو السبب الرئيسي هو الفساد وسوء الإدارة في أكثر المؤسسات، وهذا الفساد وسوء الإدارة متجذر منذ سنوات كبيرة. يعني لحد الآن الدولة العراقية لا تعرف عدد موظفيها، يعني أكثر من مرة يعني سوف في وزارة التخطيط، إذا ما تعرف موظفية سوف في وزارة التخطيط، يعني خلينا نتحدث بكل صراحة، وزير صديقنا يعني لا يزعل علينا، أريد نعرف وين السوء الإدارة. يعني إذا نحكي فساد يعني بصراحة صار شماعة نعلق عليه أخطائنا، لأن إحنا نعرف الفساد وحافظي 17 سنة، أريد نعرف وين الخلل. أنت في اللجنة المالية أكيد هناك خلل، يعني تعرفوه بيناتكم أنتوا أعضاء اللجنة، بس ما تقدرون تصرحون به بالإعلام. أريدها بالإعلام، أريدها اليوم تتحدث بي بكل صراحة، الخلل وين؟ الخلل هناك ضغوطات سياسية ربما على واضح. الكتل والأحزاب السياسية؟ أي بيانات حقيقية للدولة العراقية ما موجودة. يعني طلبنا أكثر من مرة بيانات الموظفين، البيانات متضاربة، يعني ليست بيانات حقيقية. لا، وزارة المالية لا تعرف عدد موظفيها، الوزارات الأخرى لا يعرفون عدد موظفيهم. لحد هذه اللحظة لا توجد أي وزارة تعرف عدد الموظفين. أتحدى أي برلماني يعرف عدد الموظفين الحقيقيين في الدولة العراقية، ما يعرفون موظفيهم ايش قد الى حد الان. يعني نحن دولة ما نعرف موظفين ايش قد لحد الان. يعني هسه اكثر الموظفين متعين عقد وعلى الجهات الامنية، ومتعين على جهة مدنية، وهو في سلك الحكومة يستلم 3 رواتب. كيف انه تريدين حضرتك لا توجد، يعني لا توجد بيانات رقمية او مالية للموظفين، لا توجد بيانات لإيرادات الدولة سواء كانت النفطية او الغير نفطية، كلها متضاربة. إذا طلبتي بيانات من وزارة النفط راح ينطونش عكس البيانات اللي هي بوزارة المالية، أو إذا طلبتي من وزارة المالية راح ينطونش عكس بيانات وزارة الأخرى. يعني ما عندنا قاعدة بيانات موحدة. إذا العراق داخل في قوف، يعني قوقعة من الفساد كبيرة جدا ومتجذرة، ولا يستطيع حتى السيد الكاظمي كيف يستطيع أن يقدم، لا يقدم رؤية ولا يقدم أي شيء في ظل هذا الجو اللي موجود في داخل. نعم. الحكومة. نعم. نعم. خليني طبعا انتقل. الحكومة بالتالي عبارة عن كتل سياسية. نعم، خليني انتقل ست خلاص، ليست يعني النائب. كل وزير مو كتل سياسية. خليني انتقل سياسية حتى أشوف سيد عمار كامل أيضا يعطينا رأيه باعتباره أحد الناشطين والمتابعين للشأن الاقتصادي. أريد أعرف شنو الحلول برأيك في ظل هذه الأزمة المالية اللي نعيشها، في ظل تضارب التصريحات، في ظل حديث السيد الكاظمي. يقول السيد الكاظمي إذا ما أقريت الموازنة بشهر الواحد ماكو رواتب، وأنت تعرف أنه كل المصايب تقع على رأس هذا المواطن المسكين الفقير الفاقد أمنه وخبزه ومستقبله. تفضل سيد عمار. أولا تحية طيبة لحضرتك وضيوفك الكرام، وتحية لجميع مشاهدين قناتكم الكريمة. طبعا ستي العزيزة، اليوم المواطن العراقي يتذمر وبشدة من هذه الطبقة السياسية الموجودة التي تحكم البلد وعلى مدى 17 سنة. الحلول اللي نمتلكها نحن كمواطنين واللي عبرنا عنها بخروجنا بمظاهرات مليونية ضد ما يدار من مزايدات على السلطة وعلى القرار السياسي اليوم اللي يمتلكون السياسة، مع الأسف ست هيفاء السياسي اليوم اللي هو من يبني الأوطان، السياسي الناجح هو من يتقدم بالعراق. ست هيفاء تسمعيني؟ أسمع تفضل كمل.
نعم ظاهر انقطع الاتصال، يعني خلي الفني. تفضل السيد احمد، يعني في ظل هذه الظروف، يعني تحدث السيد اخلاص يعني سياده النائب كلام كلش مهم، يقول لك معلومات الماليه تختلف عن معلومات التخطيط، وايضا ماكو ايرادات يعني للدوله حقيقيه، يعني وتضارب الاراء، عدد موظفين ما نعرف ايش قد، ايضا الموظفين اللي يستلم رواتب من 3 مكانات 4، يعني ما عندنا تنظيم للعمليه الماليه الاقتصاديه الخدميه، والله ما اعرف ايش احكي لك عزيزتي. هو يعني هسه اكو ازدواج راتب، بس مو بهذه يعني نقول هذه الحده اللي تفضلت بها السيده اخلاص. طبعا هو اليوم مطلوب من مهمه الحكومه او وحده من مهامها الاساسيه هي تنظم العمليه الماليه والاقتصاديه بالبلد، وحتى ازدواج الرواتب. يعني هسه انا اعرف كثير من الاشخاص كانوا عندهم هذا الموضوع وتم تضميمه وغرموا الرواتب السابقه، فبالتالي هاي المشكلة أعتقد من السهولة أن نتخلص منها. لكن نقطة مهمة سيادة النائب، ليش كل أزمة مالية، يعني كل أزمة مالية المواطن يكون هو يعني يدفع الثمن؟ هو يعني ليش؟ أي وضع من الأوضاع اللي يمر به، إذا تسمحي لي، أي مشكلة سياسية أمنية اقتصادية اجتماعية، هو المواطن يدفع الثمن ترى بالمناسبة. يعني هي أي مشكلة تلقي بظلالها بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة المواطن، فبالتالي إحنا لكن لقمة العيش لا لا هو شوف اليوم المواطن مثل ما تفضلتي مهدد في لقمة العيش بسبب سوء الإدارة. هسه احنا ما نقول الفساد، لأن الحكومة قال لك أنا جيت ما صار لي 6 أشهر حتى أنت تتهمني بالفساد السابق، لا أنا أقول له اليوم عندك سوء إدارة، وهذا سوء الإدارة يحتاج لتخطيط. احنا اليوم لدينا كثير من الكفاءات كأساتذة جامعات متخصصين في مجال الاقتصاد والمال، ممكن استشارتهم وحتى خبراء في هذا في هذا. احنا للاسف وين نروح بسبب هذه المحاصصه المقيته اللي موجوده؟ بس هذا صار عرف، يعني سيد احمد ما نريد نحكي عنه، لان صار عرف العرف ايضا الانتخابات الجايه. عزيزتي هو انا اقول لك هسه احنا ما يعني الانتخابات المبكره، واحنا انتخابات مبكره وراح نصرف اموال، ايش نترجى منه؟ يعني اذا نبقى بنفس المنهج اللي يدار بالوقت الحاضر، هاي الديمقراطيه التوافقيه بين قوسين المحاصصه، ما راح ننتج اي شيء. فبالتالي موجود هاي الخواطر والمجاملات، حقيقه هي اليوم العمليه السياسيه اعتقد هي مشوهه وبنيت على أسس خاطئة. لا لكن سيد أحمد كونك نائب، يعني سيد الكناني، في أزمة الرواتب، يعني هواية من الناس والمحللين السياسيين شككوا، قالوا لك بعدم وجود عجز مالي يعني يمنع الحكومة من تزيد الرواتب، قالوا لك لا أكو أموال، لكن لا هذا افتعال أزمة سياسية بين الأحزاب. أزيدك من الشعبيه صح لو لا؟ طبعا اليوم اكو عندنا مواقف يعني طبعا، لانه حتى هو السيد وزير ماليه باعترافه وعظمه لسانه، يعني من قصه الرواتب او صارت ازمه الرواتب قال انا عندي 4 تريليون ومضاف 4 تريليون موجود عنده بالخزينه، اي ليش ما وزعها كرواتب عفوا. الموضوع الاخر اللي نريد نتحدث عليه، هناك لدينا واردات النفط تركي على صفر، واردات غير نفطيه اللي هي المنافذ، الضرائب، موضوع الرسوم والغرامات وما شاكل ذلك في وزارات الدولة، هذه أموال طائلة. حتى موضوع اليوم بيع البنزين والغاز والنفط، يعني يوميا 1 مليون برميل من النفط يذهب إلى المصافي في داخل العراق، وهذه هذا النفط ينتج من الغاز والبنزين والنفط، وين تروح وارداته؟ يعني عندنا فلوس طبعا موجودة فلوس. شنو هالأزمة؟ ليش تخوف الناس؟ هذا أنا أقول لك بسبب أنه اليوم عملية خلينا نقول مناكفة بين الحكومة وبعض القوى السياسية، يروح ضحية المواطن. ولا أسألك بالله، يعني هسه اللي النفط انباع بالعاشر والتاسع، وين أمواله؟ أمواله موجودة. احنا المقصد الكلام حتى ما ندخل او نخلص من هذه المشاكل، والحكومة تؤدي مهامها المطلوبة وتهيئ لنا انتخابات مبكرة طبعا بمواصفات اللي يطلبها المواطن العراقي، مو بالمواصفات اللي ترغب الكتل السياسيه. لا احنا اليوم حتى نخلص من هاي الازمه لازم
تكون هناك معالجات. أنا مو أستسلم يعني، بس مهمة هاي نقطة الحكومة يعني نقطة أتمنى من الكتل يعني سيد خليني أحكيها يعني لسان مواطن بسيط فقير يعني هاليوم يعني ما عنده غير بس هذا قاعد بيعيش وعيش عائلته بيها. أتمنى من الكتل والأحزاب السياسية والسيد رئيس الدولة رئيس الحكومة أقصد السيد رئيس الحكومة وأيضا وزير المالية إذا عندكم فليسات وعندكم رواتب ومثل ما تحدث سيادة النائب 4 مليارات 4 تريليون أيوة عندك بالخزينة، لكن ليش تطلع تسوي لنا هاي الأزمة والاقتراض؟ أعطي فلوس الناس وبعدين تحاركوا وصارعوا بيناتكم يعني رجاء مع احترامي لسان مواطن بسيط فقير خليني أشوف ما صحة نية الحكومة للتخلاص بتخفيض الرواتب تحت ذريعة وضع جدول جديد لتحقيق العدالة بين المواطنين. هو نفس السبب الذي قالوا عنه انه وضع الجدول السابق، يعني سبق ان قالوا راح نضع جدول حتى نرتب الميزانيه بين فلان وفلان وايضا نعمل عداله اجتماعيه، وهل صحيح كان هناك فلوس بالخزينه وسوينا هذه الازمه الماليه وبعدين وزير الماليه مثل ما تحدث سياده النائب طلع عنده فلوس بالخزنه؟ انا اسالك كونك عضو نعم. لجنه ماليه. أعلق. نعم. بدأ راح أعلق على موضوع أنه السيد نائب قال المعلومات مال الموظفين شوية مغالط يعني أو غير شوية يعني غير دقيقة بالعكس لا بالعكس ست ما مبالغ بها. احنا استضافينا كل الوزارات، احنا كلجنة مالية ما نعرف عدد الموظفين، يعني هاي حقيقة ما نعرف عدد الموظفين في الدولة العراقية هاي أولا. يعني إذا أنت لجنة مالية ما تعرفين عدد الموظفين يعني لا والله ما ولا واحد يعرف عدد الموظفين في الدولة العراقية ما نعرفهم. طبعا هذا ما أحمل الخطأ على هاي الحكومة الحالية، هاي 6 أشهر نعم. هاي تحتاج بيانات، تحتاج جدولة، تحتاج كل موظف يصير عنده رقم مالي. هاي تتحملها الحكومات السابقة بالتأكيد نعم. بالتأكيد تتحملها الحكومات السابقة نعم. أما فيما يخص الموظفين أو فيما يتعلق في مرتباتهم أو الخاصة مرتباتهم، نعم كانت هناك نية أو فكرة من الحكومة بتخفيض المخصصات كجزء أو كحل لتعظيم إيرادات الدولة. أكو يعني هاي فكرة طبعا لحد الآن ما تحققت لكن موجودة هاي الفكرة، لكن كلجنة مالية احنا نرتقي نذهب إلى تعديل سلم الرواتب. يعني على سبيل المثال وزارة النفط هسه أكثر الموظفين اللي بوزارة الزراعة يروح يدور نقل إنه وزارة النفط نعم. شنو السبب؟ طبعا لأن وزارة النفط مبالغها أو مرتباتها أعلى، أو وزارة الكهرباء مرتباتها أعلى. لو كانت كل الوزارات متساوية في الرواتب كان ما نذهب إنه إحنا هاي بيها مخصصات وبيها خطورة وبيها ما أعرف شنو وبيها الراتب الإسمي أكثر من الراتب الإسمي للوزارات الأخرى نعم. فهذا الموضوع إحنا تكلمنا عنه راح يصير هناك تعديل لسلم الرواتب. هذا راح يعني تعديل الزيادة للنقصان، يعني حتى تعديل استخلاص الزيادة للنقصان، يعني راتب أبو الزراعة راح ينقص أبو النفط ينقص يساوي، يعني تكون هناك مساواة وعدالة اجتماعية ما بين الأطراف كلها. يعني نفس الراتب الإسمي اللي هو مثلا احنا شنو المشكلة اللي عندنا، الراتب الإسمي هو موجود للكل لكن اكو وزارات فيها نسبة المخصصات عالية جدا مثل وزارة الكهرباء وزارة النفط ووزارات اخرى، علما ان هذه الوزارتين يعني هي وزارة النفط والكهرباء لم تدر للدولة لأي ارباح، بالعكس يعني وزارة الكهرباء هي بحد ذاتها هي أزمة للدولة نعم. بدون كهرباء والدولة تصرف عليها مبالغ طائلة ولا توجد لديها أي إيرادات للدولة، لا تدر إيرادات للدولة. فبالتالي هناك فكرة بأنه التعديل سلم الرواتب يتضمن العدالة الاجتماعية فيما يتعلق في الموظفين بكل الوزارات الموجودة أي في كل الدولة العراقية بصورة تكون متساوية وتكون يعني تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين. هاي أولا اقترحنا على الحكومة أنه تكون عندها برنامج، يعني برنامج أنه يكون عندها بيان رقمي أو توطين لرواتب نعم. الموظفين بصورة عامة، وكانت هاي ضمن الإصلاحات الاقتصادية ورقة الإصلاح الاقتصادي أيضا ضمناها في داخل هذه ورقة الإصلاح الاقتصادي، وأيضا الأتمتة اللي تكون إحنا عندنا مشكلة كبيرة يعني إيرادات الغير نفطية ليست مؤرشفة إلكترونيا لا توجد فيها نظام نعم. أتمتة، فبالتالي الهدر يأتي من هذا الباب. الكهرباء بدون جباية وتكلمنا كثير في هذا الموضوع لكن بدون أي فائدة. اليوم الدولة يجب عليها أن تذهب إلى تعظيم إيرادات
الدولة بهذه الخطوات، أنه أن تجبي إيرادات الكهرباء، أن تجبي إيرادات وزارة النفط، أن نعم. يكون لديها عقود يعني إلكترونية لتخلص. هل هناك بالفعل كان أكو أموال نعم. يعني في الخزينة الدولة مثل ما تحدث سيادة النائب وزير المالية، تحدث لك سيادة النائب لو بالمجلس؟ نعم بشي عام. آه شي عام يعني قال له نعم. أكو كان 4 تريليون يعني موجودة بالخزينة للدولة. إذا كان أكو هناك مال لتمشي رواتب الموظفين، يعني كان ماكو أزمة مالية، ليش أخينا رواتب؟ أيضا ليش هذا الاقتراض؟ إذا يقول لك يعني سيادة النائب، هذا مو كلامي يعني، سيادة النائب يقول عندنا موارد كثيرة نعم. وكبيرة، أنه تدر للدولة فلوس يعني بعيدا عن النفط، ليش هذه الأزمة المالية وأنت يعني عضو في اللجنة المالية؟ يعني صحيح هذا الكلام؟ نعم وزارة المالية، نعم صحيح وزارة المالية كان لديها مبالغ، تقريبا كان لديها 3 تريليون 4 تريليون إلا كسر يعني، كان لديها هذه المبالغ، لكن بالتالي دائما الدولة يعني تخلي لها احتياطي 1.5 تريليون، هاي كمبلغ احتياطي لأي طارئ يعني، مثلا يصير عندها مثلا إذا يصير عندها فيضان أو يصير عندها أزمة يعني حرب أو يصير في أي طارئ، لكن كانت تستطيع أن تعطي رواتب وزارات متسلسلة إلى أن يقر قانون الاقتراض، لكن نعم. الحكومة كانت متخوفة من عدم إقرار قانون الاقتراض، لهذا السبب لم ترتئي إلى تسليم الرواتب يعني في إقليم كردستان. يعني لأن تجربة الرواتب صارت عندهم تتأخر، كل مرة يعني أساعدهم أي مبلغ يجي راح رأسا يوزعوه على شكل دفعات ينطون وزارات متسلسلة حتى لا تصير يعني الأزمة خانقة، لكن لأن هاي أول مرة تصادف الحكومة العراقية هذا الموقف، فنعم كان عندهم مبالغ، كان عندهم تقريبا 4 تريليون إلا، لكن لم يعني يوزعوا هذا المبلغ على اعتبار أنه كانوا متخوفين من عدم إقرار قانون الاقتراض. في حالة حتى احنا باجتماعنا ورئيس الوزراء يعني اعطينا الضوء الأخضر للرئيس أنه يبدي بتوزيع الرواتب، لكن وزير المالية قال أنا أتخوف أنه في عدم إقرار قانون الاقتراض راح تستلم وزارات وتبقى وزارات أخرى، وهذا راح يخلق لنا مشكلة كبيرة، ننتظر إلى أن يقر قانون الاقتراض ومن ثم نواشر في التوزيع لكل حتى قانون حتى المتقاعدين، صندوق تقاعد كان لديهم رواتب ولم يستلموا الى ان بعد اقر قانون الاقتراض، علما انه مبالغهم كانت موجوده رواتبهم، لكن الدوله كانت متخوفه انه تريد ان تعطي يعني على دفعه واحده خوفا من عدم اقرار قانون الاقتراض، لانها كانت تعرف انه بعض الجهات السياسيه متخوفه ولن تقر قانون الاقتراض. استاذ عمار لكن لم توزع الى بعد انتقل ست خلاص، خلينا ننتقل لأستاذ عمار. أستاذ عمار يعني أعتذر ست هيفاء إذا تسمحي لي انقطع الخط، أنطيك الحق تحكي ما راح أسأل، تفضل تفضل، لأن انقطع الخط وياك وصاي خلل الفني يعني أخذنا من وقتك، تفضل ست هيفاء إذا تسمحي لي. أولا إحنا اليوم نمر بأزمة مالية حقيقية، نعم، لكن الأرجو منك ومن ضيوفك الكرام أنه يعرفون حقيقة، إذا هم ما عارفيها فالشعب العراقي يعرفها حقيقة، هي من سرق ميزانيات العراق على مدى 17 سنة. نعم. متى ما عرفنا والقينا القبض عليه وتحاسب اللي سرق الأموال العراقية واللي ممكن أنه نسترجعها، ممكن نبدي ورقة بيضاء. الإصلاحات الحقيقية إذا تسمعيني ست هيفاء، أسمع، هي تبدي من الداخل ونبديها أساسا من الدستور العراقي. اليوم احنا كمواطنين عراقيين وطالبنا بحقوقنا بأكثر من مرة وعلى مدى 17 سنة أو أكثر. اليوم الإصلاح الحقيقي أنه مو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، هو اليوم شرعا لازم يكون مزدوج الجنسية، وهذا بالتالي راح يكون ولاء، ما أعتقد ولاء للعراق، وبالتالي اليوم ضحيتها المواطن العراقي. أنا أسألك بالله وأسأل السيد النائب أو أي واحد أو أي عراقي شريف اليوم ويجاوبني بصراحة، الأموال المتقاعدين هاي مو أمانة موجودة؟ هاي أمانة موجودة عند الدولة العراقية يعني هي لا موجودة؟ إذا تسمعيني ست هيفاء، تسمعيني؟ نسمع، تفضل اسمع، تفضل نسمع. صوت ماكو. لا نسمع نسمع، أنت كمل كمل يعني مع الأسف يعني مع الأسف يعني هو حمل الحكومات السابقة كل الأزمات المالية والاقتصادية وقال لك يجب أن تتحاكم ويحاكم سراق المال العام. يعني اجاوب لازم اولا اولا يعني احنا يعني يوميا نتكلم على الفساد اللي مستشري في مؤسسات الدوله، وقلنا بسبب المحاصصه المقيته التي انتجت لنا هذا الوضع هذا. نعم. اولا احنا حقيقه اليوم نتكلم، اعطينا العذر للحكومه وقلنا ما نحملها العبء، على الرغم نختلف مع اداء السيد الكاظمي، لكن للإنصاف من حمل العبء. اليوم
إذا أريد نتكلم في موضوع الفساد فأعتقد السيد رئيس الوزراء الحالي شكل لجنة، وأعتقد هذه اللجنة لمحاربة الفساد، لكن للأسف الشديد هذه اللجنة لحد هذه اللحظة خلينا نقول ما اندقت بموضوع الفاسدين أو التماسيح الكبيرة. اليوم احنا هسه هذا اللي يكون الحكومه تجاوبه، لانه احنا اذا اريد وانتم لجنه يعني او انتم مجلس نواب، يعني احنا كمجلس نواب بالنسبه لنا اذا اريد نحاسب نحاسب الحكومات الحاليه. يعني احنا في حكومه السيد عبد المهدي اكثر من 6 إلى 7 وزراء تم رفع استجوابات لكن توقفت بسبب استقاله الحكومه، والان جامعين تواقيع لاستضافه واستجواب عدد من الوزراء بما فيهم السيد وزير السيد رئيس الوزراء. فبالتالي احنا من الجانب الرقابي ماشيين، اما انت تجي تقولي لي بحكومه السيد العبادي او السيد المالكي او اللي قبله، حقيقه احنا ما نتحمل، لكن نشير نقول هناك فساد استشرى في مؤسسات الدوله، سواء فساد مالي او اداري. خلي نكمل الفكره مع وجع السيد عمار لين خلل فني وياه. تفضل استاذ عمار كمل فكرتك اذا تسمح. ست هيفاء اذا تسمحي لي. ست هيفاء تفضل استاذ. ست هيفاء انا سؤالي كان رواتب المتقاعدين هل هي ضمن الموازنه، موجوده ضمن الموازنه، ام هي امانه وضعت تحت وصايه الدوله العراقيه المتمثله بالحكومه؟ أنا أتمنى السيد النائب أو الأخت الموجودة ولو ما الصوت ماذا أسمع من الثاني وعلى رأسي، لكن أتمنى أن يجاوبني السيد النائب. ست خلاص تجاوبني، رواتب المتقاعدين هل هي ضمن الموازنة أم هو حق هذا المسكين 30 سنة يخدم الدولة العراقية وضامن فلوسه ومأمن عليه عد الدولة وبالتالي يبقى 4 أشهر 3 أشهر ما يستلم راتبه؟ نعم خلي جاوبك تفضل استقلال. هذا 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 مو منطق. هذا اولا. ثانيا اليوم احنا بكل دول العالم ست هيفاء، كل دول العالم ومن زمن الانبياء الدول تعتمد على الزراعه والصناعه. احنا هسه بلد نفطي، بالله النفطات العراقيين شافوا بس الويلات من ست هيفاء. نعم. ما شاف العراق من النفط خير، واليوم اللي احنا النعيم الموجود علينا والواردات النفطيه العراق شايف من عنده، شايف كهرباء 24 ساعة عنده، شايف عنده شارع مبلط. هسه احنا عندنا نارين يا ست هيفاء، ممكن انه يستثمرون استثمار صحيح مؤسسات الدولة. والله سيد عمار ساعة النفطات تقول يابا احنا المفروض علينا عندنا 154 شركة. خلي جابك ست اخلاق ليش معطل عن العمل يا ستي العزيزة؟ خلي جابك ست اليوم اخلاق. المواطن من تفضل ست هيفاء بس اسمحي لي ما خليتيني اكمل. نعم ست هيفاء كمل تسمعيني ست هيفاء؟ كمل استاذ. رابعا عندنا احنا اليوم ازمه ماليه، هاني البرلمان والرئاسات الثلاث دا ياخذون مستحقات هي اصلا زايده عليهم، خلينا نكون واقعيين بما انه هم يخدمون الشعب المفروض يقدمون تنازلات حقيقيه، ولا النائب او الوزير او رئيس الوزراء هسه هو فوق ما مستوى الجنسيه مش وقت ما يعجبه يسافر غير يخدم المواطنين. يا ستي العزيزه 17 سنه سوف راح يتدخل ويا استاذ عمار لا تسمعي لحبيبي. هسه احنا يوميا محاولات اغتيال للعراقيين، والله ليش يطالب بحقوقه وبالتالي يوصف جوكري ويوصف عميل؟ استاذ عمار عزيزي احنا بالنسبه ان قاعد نتكلم بهموم الشعب، واحنا ما دا قاعد ندافع عن حكومه، الحكومات السابقه اشرنا الاخطاء واشرنا الفساد اللي استشرى في الحكومات السابقه، واشرنا ايضا في هذه الحكومه اخفاق في التعامل في كافه الملفات سيما موضوع الرواتب الموظفين بس والمتقاعدين. بس قال لك قال لك المتقاعد يعني اكيد طبعا يعني. طبعا يعني امانه يفترض هذا ما ضمن الموازنه يفترض من الحكومه تكلمنا بهذا الموضوع. احنا يفترض من الحكومه، ليش قلنا في بدايه الكلام اذا منتبه الاستاذ قلنا الاموال متوفره، اليوم هذا المتقاعد شنو ذنب المسكين يبقى 50 يوم الى 60 يوم ما يستلم راتب؟ يعني كلش ممنون اذا تعطيني مجال تسمحي لي اول احنا خلي يلا تفضل استاذ عمار لين ينقطع الخط وراح نعطيكم. تفضل كمل فكرتك استاذ عمار لين رجعت ويانا. تفضل بس كمل احكي نحن نسمعك. والله يا ست هيفاء اولا هي مال انه عندنا اليوم 6 مليون موظف ومتقاعد مع احترامي وجل احترامي، هاي كذبه مو حقيقه، والدليل على كلامي ممثله الماليه بالبرلمان العراقي ما تعرف عدد الموظفين. طيب من يعرف عدد الموظفين؟ زين انا اجزملك شو صار رقم وهميين لمكاتب اقتصادية لأحزاب متنفذة اليوم بالدولة. احنا ليش ما نحكي الحق؟ ليش العراق اليوم من يتكلم بالواقع اللي والمرير اللي عايشه ليش ما يحس بيه؟
سياده النائب الوزير المكلف اليوم هاي الحكومه اللي جت بقياده السيد الكاظمي ابرب يعني هي هل هي تمثل اراده الشعب العراقي؟ كلا انا اريد احد يجاوبني تمثل تمثل هل هي اراده شعب عراقي؟ تمثل اراده الكتل السياسيه عزيزي كل الحكومات اللي جت تمثل اراده قوى سياسيه اللي عليه وقع عليه اليوم العراقي احسنت قوى سياسيه مو اراده شعب هاي صح وبالتالي الصراع اليوم الموجود على السلطه هو صراع سياسي لمغانم اقتصاديه لاحزاب الموجوده بالعمليه السياسيه لكن العراق يبقى هو انه انتم كسياسيين وككتل سياسيه بس اسمحي لي يا ستي العزيزه خلي جابك عضو هذول اذا يريدون فعلا احنا اليوم نقول احنا ناس وطنيين انا هسه اليوم من حقي انتقد من حقي انا اتدخل بالشان السياسي من حقي اطالب بخدمات من حقي اكون جزء من هذا البلد ومن حقي اكون انا صاحب القرار في نفس الوقت اليوم احنا 17 سنه قراراتنا دوليه ومن دول الجوار تقاد ومن خارج الحدود والدليل على كلامي قلت لك من البدايه رئيس الوزراء مزدوج الجنسيه رئيس الجمهوريه مزدوج الجنسيه انا سالت احد النائبات كرديه قلت له تقبلين انت رئيس الاقليم يكون مزدوج الجنسيه خلي جاوبني هسه اي واحد برلماني خلي جاوب زين هذا مو اختراق للدستور الماده 18 تقول بالدستور يا سيدي الفاضل يا نائبنا الكريم تقول على كل من يتبنى يتبوى منصبا سيادية استاذ نعم. حبيبي وان كان مكتسب الجنسيه عليه التخلي عن الجنسيه نعم. خلي جاوبك يا عزيزي يا قلبي سيد عمار سيد عمار ما مختلف وياك سيد عمار نعم سيد عمار خلي جاوبك جواب اختصاصي خلي جاوبك ست اخلاص لان هي بالماليه تفضلي ست اخلاص لا هسه راح تجاوب استاذ عمار عزيزي اولا اذا تسمعني استاذ عمار اذا تسمعني اولا نحن لسنا في صدد الدفاع عن الحكومه هاي اولا ثانيا يجب الفصل بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه البرلمان سلطه تشريعيه ليس سلطه تنفيذيه وهو اللي يعطي رواتب وهو اللي يدير الدوله وهو ليس سلطه تنفيذيه هو سلطه تشريعيه يراقب اداء الحكومه عزيزي استاذ عمار اذا تسمح لي اشرح لك وبعدين اعلق على كلامي المواطن وين اذا امكن اذا تسمح لي استاذ عمار خلي تشرح لك خلي بس تجاوبك وبعدين انت جاوب حتى خلي بس اشرح لك صندوق التقاعد هذا ميزانيه خاصه له هاي كل موظف بالدوله يعمل 20 سنه 25 سنه الدوله تخصم من عنده مبالغ معينه كل راس شهر من راتبه هاي للتقاعد فهذا ليس له علاقه لا بالموازنه ولا الى علاقه باي موضوع هاي امانات يأخذها الموظف في حال من يطلع تقاعد يأخذ رواتبه من صندوق التقاعد إذن هذا إمكانيته ومبالغه خاصة بصندوق التقاعد نعم. ليس لها علاقة في الموازنة نهائيا أما سواء نتأخر صندوق التقاعد ما صرف للموظفين هذا ليس خطأ البرلمان هذا خطأ بعد الحكومة هي شنو نعم. وضعها ليش ما أعطت لكن هذا مبالغه خاصة أنا أتفق معك ليس لها أي علاقة بالموازنة ست خلاص نعم. قلش إذا أنت عضو لجنة المالية ما نعم. تعرفين عدد الرواتب أو عدد الموظفين اللي موجودين شلون تطلع علينا الحكومة وتقول لك 6 ملايين موظف عندي وأنت عضو في اللجنة المالية ما تعرفون نعم. الرواتب تفضلي جاوبي على هذا السؤال ست هيفاء الأعداد اللي موجودة هي عبارة عن أرقام حقيقة احنا ما عندنا موظفين الاسم الرباعي واللقب وكذا ما عندنا هاي النظام ما عندنا نظام الرقم المالي يعني على سبيل المثال أنا زرت إقليم كردستان الموظف اللي موجود في السيستم مال الموظفين يعني مجرد انه ينظر للحاسبه يدخل على البرنامج من بصمه العين تطلع البيانات كلها مالت الموظف بصمه الايد تطلع ما. بيانات الموظف كلها كل موظف عنده رقم مالي نحن في الدوله ما عندنا ارقام ماليه ليس لدينا ارقام ماليه في الدوله عندنا اعداد فقط فمن تطلبين يوم يقولوا لك 6 ملايين 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين مجرد اعداد ليست لدينا يعني قاعدة بيانات للموظفين وطلبناها أكثر من مرة وما زودونا بقاعدة بيانات للموظفين مجرد كانت أعداد وزارة المالية جت للجنة المالية طلبنا منهم قالوا إحنا عندنا آلاف من الموظفين متعينين جدد هاي الآلاف شنو ما عندهم أعداد ما عندهم أسماء ما عندهم بيانات ما عندهم أسماء شنو إذن حتى إحنا لو كان عندنا قاعدة بيانات كان يصير تقاطع أنا بدون ما أدز على الموظف اللي يداوم بوزارة الزراعة ويداوم بالجيش مثلا أو يداوم بأي مؤسسة أخرى عسكرية ما أحتاج أدز عليه وأقول له تعال أنت مداوم أو ما داوم وأخذ من عندك قاعدة بيانات وروح جيب لي تأييد مجرد أسوي مقاطعة في قاعدة البيانات راح يطلع لي الاسم مكرر في وزارتين وأني من يمي أجز الاسم لكن لان ما عندنا قاعده بيانات احنا نفتقر والا تقول لي 6 ملايين نعم اقول لك 6 ملايين مجرد رقم اما
اسماء حقيقيه؟ لا والله انا دا احكي لك ماكو اسماء حقيقيه، انا ما شفت، انا صار لي سنتين وطلبنا اكثر من مره ما شفنا اسماء حقيقيه. هاي اولا. حسابات ختاميه؟ والله ما عندنا حسابات ختاميه، احنا من عام 2012 لحد هاي اللحظه ما اكو حسابات ختاميه، كل موازنه تصرف لعام سنه ماليه كامله، في نهايه السنه توضع حسابات ختاميه لهذه السنه، يعني مثلا كانت الموازنه 130 تريليون، من نجي على الحسابات الختاميه الفعليه اللي انصرفت راح نعرف اللي هو انصرف مثلا 100 تريليون مو 130، احنا ما عندنا هاي الحسابات الختاميه. في وزاره الماليه السابقه عدت الحسابات الختاميه لكن لحد هاي اللحظه ما تقدمت وذهبت للرقابه الماليه، لكن الى حد الان ما جتنا على البرلمان وما طرحتها علينا الحكومه. هذا انا ما بدي اتكلم عن حكومه حاليه عمرها 6 اشهر. الست هي فاذا تعطيني دقيقتين اكمل الاخ قال لي على الزراعه والصناعه، انه احنا الى حد الان الزراعه والصناعه ما قدمت اي. نعم والله اتفق معك، احنا كنا في اجتماع استراتيجيه الموازنه حضروا ممثلين الزراعه والصناعه وتكلموا. يعني تصور التربيه تحيل عقود وزاره الصناعه للوزراء السابقين، انا اتكلم في الحكومات السابقه يعني حكومات 2014 و2010 تحيل لهم عقود، تحيل لهم عقود وهاي العقود يتلكؤون وما ينفذونها. الى حد الان مدارس، مئات المدارس تقريبا 3 تريليون مدرسه، يعني 3 تريليون العفو مبلغ المدارس يعني الكلفه مالتها ما نفذتها هاي الوزارات، ما منفذتها زين. عقود التجهيز ما منفذتها، شنو كان العقوبه لهم شنو؟ اما جنابك تقول لي تعاقبونهم، منو اللي عاقبهم؟ هاي اللجنه اللي صارت مال مكافحه الفساد، هاي لجنه مهامها ما كانت كلش قويه. يعني على سبيل المثال نعم شفت هيفاء هاي لجنه ذهبت، نعم لجنة ذهبت إلى البسطاء، يعني تروح لي على رئيس قسم مدير عام، ليش تروح لي على مدير عام؟ بروح افتح لي، روح افتح لي ملف، روح افتح لي ملف سقوط ثلث العراق، ثلث العراق سقط، واحنا في ذاك الوقت احنا صرفنا مبالغ طائلة وراحت من عندنا عوف المبالغ المصروفات، أرواح بشرية تكبدت، أرواح بشرية سواء سنة شيعة كرد، آلاف آلاف مغيبين آلاف. وين راحت هاي اللجنة؟ هل اللجنة بادرت إلى أن تفتح هذا الملف، هذا الملف الكبير اللي هو راح يخلينا نثق بأنه هاي اللجنة هي لجنة مكافحة الفساد؟ لا طبعا إلى حد الآن هاي ما يتعلق. أما مستحقات البرلمانيين سيد عمار، فالبرلماني هو يستلم راتب 7 ملايين، مثل ما يستلم القاضي، مثل ما يستلم نعم. الدكتور الجامعي الأستاذ. طبعا هاي هي هاي الاسم، هذا الاسم سيد خلاص، سيد خلاص الاسم لا لا انا اعرفه، لا عزيزتي سيد هذا كل هذا كل ملايين مع المخصصات يعددها بعدين اعدد استخلاص. خلينا ننتقل على غير موضوع لان انا اعدد رواتب سيد، هذا المخصصات مع الاكل مع كل الامور هاي ما تتجاوز 7 ملايين كلتها. شلون اذا 3 يعني ملايين ما سكن يعني الله يخلي استخلاص مثل القاضي صارت 10 ملايين وبعدين المخصصات ما اشرح ليش ما تسكن في دقيقه. لا لا ما تسكن، مو مشكلتنا هذه، مو مشكلتنا بالعافيه على كل نائب يشتغل ويقدم خدمه البلد وبالعافيه عليه، لكن نحن نحكي عن النواب اللي قاعدين ما شفناهم بمجلس النواب ولا فاتوا بمجلس النواب. خليني انتقل الى لا لا خليني انتقل الى ستيفاء. ستيفاء اذا تسمحي لي، لا لا في دقيقه ستيفاء يبغى عليكم انتوا بس يعني الدورات اللي قبلكم والبعدكم الناس ما فاتوا مجلس النواب. انا ما لي دخل بالي. نعم قبلنا لكن انا احكي على الدورة الآن موجودة بها. بالنسبة للسكن احنا ما نشوف مبالغ سكن اصلا. هسه انا من محافظة نينوى يحق لي ان اروح اسكن في بغداد، انا ما عندي بيت ببغداد لان انا دوامي ببغداد لكن ما عندي بيت، فبالتالي الدولة تأجر لي بيت، بعد هي الدولة تتحاسب ويا الايجار، انا ما لي علاقة، لكن نعم. انا ما استلم مبلغ من الدولة نعم. واروح انطي نعم. ايجار نعم. يعني الدولة تتحاسب. خلاص حبيبتي الله نعم. يخليك لن ندخل برواتب وتفاصيل النواب، لان ايضا اذا هسه اقول لك الحمايات ايش قد والشغلات ايش قد فما اريد ادخل بيها، نحن ما لنا دخل بهذا الموضوع، هذا دخلنا بالموضوع. خلينا نبقى مو يا النائب حبيبتي ست خلاص الله يخليكم مو موضوعنا، بس لا تعتبرون انا اريد احكي كلمه واحده. المواطن العراقي اليوم مفتح باللبن والله العظيم، خليه ببالش من اعلى جهه بالدوله ينطوه يقولوا ها النائب مالي هالقد يستلم، وكله بالمخصصات وبالهاي موقعين عليه ومستلمين، ما لنا دخل بهذا الموضوع لان كل من يشتغل بالعافيه عليه ياخذ. احنا نريد مجلس نواب فاعل يحاسب المقصرين، يحاسب اللجان اللي تشكل، ايضا يجيب حق المواطن البسيط المغيب، يطلع ضحايا اللي وقعوا، يعني ما اريد احكي هواي اشياء، اريد نائب فاعل والله عسى ما ياخذ مليون دولار، بس المهم يجيب لنا حق للناس. تفضل استاذ عمار لان اريد ارجع الى السيد النائب الكناني. مداخله اذا عندك.
استاذ عمار ست هيفاء هسه هي السيد النائب والست الاخلاص العفو ما جاوبوني على سؤالي بالطريقه مباشره. شنو ست اليوم كل العالم خلاص جاوبتك بصراحه بعد حكومه هي تقدم منجزات اكثر. بس اسمحي لي بس اسمحي لي ستي العزيزه هاي حكومات اليوم تجي بكل العالم كل دول العالم المتخلفه والمتقدمه. نعم هسه انا بس اعطيني مجال خليني اكمل حديثي تفضل. بكل العالم الدول المتخلفه والمتقدمه من تجي حكومات جديده هي تطور من شعبها وتطور من منجزات دولتها الكريمه. ما تجي وتقول انا حكومه والله ما لقيت الميزانيه مفلسه. طيب ومن مفلسه؟ اكو غير هاي الاحزاب والكتل السياسيه الموجوده؟ يعني منو مثلا نعم اجى السيد العزيز انتخبتوهم انتم منتخبينهم القضيه ست هيفاء احنا مواطنين الشعب جايب هاي الاحزاب. لا 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 ما انتخبناهم ست هيفاء نسب المشاركه معلنه ورسميه نسبه مشاركه 18% نتيجه تذمر المواطن من نعم. من العمليه الانتخابيه وقانون نعم. سانت ليغو اليوم احنا من طالبنا بتعديل قانون الانتخابات احنا المواطنين. تفضل استاذ ما طلعت كتله سياسيه وقالت احنا نبدل القانون. استاذ عمار الوقت خلص يرمي بس اسمع سياده النائب تفضل. استاذ عمار احب اطمنك احنا حالنا حالك طبعا اصواتنا مرتفعه في انتقاد هذه العمليه السياسيه ومثل ما تفضلت حضرتك اليوم احنا ليس فقط النفط وزارة الصناعة طالما تكلمنا عليها ودزينا كتب إلى النزاهة والإدعاء العام أيضا الدولة أو الحكومة مقصرة في نعم. مجال الزراعي وكل هذه حقيقة مؤشرة وما يحتاج يعني خبراء ومختصين نعم. اليوم سوء الإدارة واضح تفضلت حضرتك فوق سوء الإدارة أكو فساد. هذا الفساد أنا أحب أطمنك إذا بقى الحال على ما هو عليه وهذا المواطن أنت دورك تشجع المواطن على الذهاب بالتغيير والإصلاح من أجل تغيير هذا الواقع المرير. أما إذا أنت حضرتك اليوم تنتقد فقط وفلان ينتقد نعم. وأنا أنتقد حقيقة ما نوصل إلى نتيجة. إحنا اليوم نظام سياسي أعتقد هو هش أو بني على أسس خاطئة للأسف الشديد نعم. وهذه الأسس الخاطئة طبعا يحتاج له إصلاح. الإصلاح شلون يصير سنة. إيه شلون يصير يعني من خلال عزيزتي مع الأسف والله أنا أدخل من خلال بس إذا سمحت أريد أختب أنا أحب على ثواني 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 أذكرها لأن مديرها كان إنسان كلش طيب ثواني والله العظيم دخت أبلك. يعني لهذا اليوم الإصلاح وين يصير الأوراق والملفات الإصلاح وين يصير المواطن العراقي المواطن العراقي ينتفض ويذهب إلى صناديق الاقتراع من أجل التخلص من هذه الطبقة السياسية إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة النائب وأشكر ضيوفي لكن بالختام عندي كلام. أكو شيخ قبيلة كان يحكم سلف بكاملة وهذا الشيخ متزوج اثنين وكل وحدة من نسوانه عندها ولد منه. قعد السلف بيوم من الأيام على صوت المنادي وهو ينادي مات الشيخ مات الشيخ يا ناس شيخكم مات. المهم الشيع الشيخ واندفن الشيخ وانتهى الطقوس العزاء. بعدها عقدوا اجتماع منو يكون الشيخ أبناء الشيخ كل من يقول آني الشيخ وظلت هاي المشكلة مدة طويلة إلى أن توجهوا للحاكم قال لهم عمي اثنينكم الشوق وكل من له بيته واحد يمشي شؤون الفلاحين والثاني يمشي القضايا الباقية بالسلف. وهنا للشيوخ اقتنعوا بالحل بس ما خدموا مناطقهم مثل ما كان أبوهم يخدمها. كانوا يشتغلون وينافقون وينفقون أموالهم حتى واحد يسقط الثاني. وبأيام الشتاء فاض السلف والناس سلف محاصيلها وتلفت محاصيلها وتهدمت بيوتها الناس تألمت هواية. اجوا للشيخ المسؤول عن الفلاحين وسألوا شنو الحل قالهم أني مسؤول على المحصول مو على الفيضانات شوفوا شيخكم الثاني يحلها إلكم. اجوا للشيخ المسؤول عن الفيضانات والقضايا اللي بالسلف قالهم أني ما مسؤول عن القاع والمحصول أنا مسؤوليتي أتابع شؤونكم. وهنا رباط السالفة لما وصلت المسؤولية يم ولد الشيخ اتنصلوا عنها ولا خدموا ناسهم ولا سلفهم لأن كانوا ملتهيين بمشاكلهم الداخلية. وهاي قصتنا اشقد بيها تشابه ويا واقعنا. جماعتنا البلد وين وهم رايحين وين البلد ماشي للإفلاس والضياع والجماعة دايخين بالتحالفات السياسية وشوفهم يوم ببيت فلان ويوم ببيت فلان ويريد يسوي تحالفات سياسية. وإذا راح البلد كل من يعود بطيارته يعوفونه والله يعوفونه بهذا الضيم. تصبحون على وطن آمن في أمان الله.